السلام عليكم وايدين سلامي مانتا وحا ايدين فسر الدوانا فيلم دراما ساينس قيالي ولغو مقعابو جيو ستوم سكت حدر اللايب جانا سارة وانا كومات سنتين دابو الشذينا فيلم كو حكو بلابنا 2019 كي ادون كي دانا اسبدلي فتها هذا ما ده هذا ميل والبو وحاوا والغا هذا الهايا ورباهن تلجسو داي بوراها ويسود جبايان سيدو كالي بدان زائد اوغو حيسي سلامركاس وحاد عذي قرية حتى بي اني سود غلان فولكانا كعدو داتكي مدهرا دي سمينايين بي حتى قرية بربوريين ساسي تاي جارياش حتى ويقادين وحمي دافن لو مليون وقفنا ماشي كودماتي هادا بدباتدان دعذي هل ودان وحوكا مقابن كرو ودان ماذي ادون كدنا لسوغو وعي سيدا يونايتد نيشن وكالي غعانا السيان مركو حاجو آن لغو غاري ساتلايت ليرادو داج بوي ان لسامايو او عركا لو درو سلامركاس ويكو غوليستين اني هاجاجيان غانتالان عركا لو دري سي ادون كو سوبدلو سيدو كالي ان ساتلايتي كلا عركا لو دري او كون غارايو سي ايكي داج بوي يسلا شاقيان ادون كي دانو اسبدلي سيدو راهدو داما كبر ساينتيست اه مركو حيتري سيدان كوما جوك سنة وإن حالك للكينا جبادان وامدان سلامركا داج بوي مركا داد بادانا اسكو هستي ميشن اكمبلش واحد وحول بوالها جاجي دونيدان سيدة هوريكو سوالاواتي مركا ننكا اس اسا واجاك لوسون نللي يرهدو سلامركا اس وحالي يري وحادو مبانين دولد مريكن كارنتان صوفر جشتي وحيتري انيقا قادانا اجانتال كاس جاك انو حوير بالكاس انيقا اس اسي منا اجولي ودن كالي انو قاتو مركا انا كالي باشان وحاربتي النسام جاك ودي دي انو كو وريجي ساتلايت كا دوج بوي وحوير انيقا اسكال منا وريجيناي ورشاق دوا كفري ستوالالكا كاير ماكسا شاق دلسيي حانو مالي سورياهي مركا سوكوها ناقبل الكي سوكويري يا كوير ماشان ما ورا شاق دي دا يا قون ستي ما أبو ساس كما وذن سدح سانا كدب مركو حاد عضي ولي بالك إنو سيدو شاقينا يو إن داج بويجي مركا إذا مو حا أرقنا أفغانستان أو صوت دالين وحينكو أركين ماشان قبيل كالو كنول إذا ماذا أفغانستان وحي هلين عدي مفر بضن ماشان برف زائدة كده بنا آذن كحتى برف كاقلجي كعانتو دسا مركي لو تابتو إدعيسا أرنتي مركو حالو سو شيغي دولد مريكن كو حيتري أني جاك قيب جلاي أرنتانو حالينايو دينا عكال ماكس ساحبتيس ويلسون أيو لكل مي وانا أسكريت قرصون سيدو كالوحي راهدين أرنتان دون حاسبوي بنا آذن كإنساس برف النقضان سالتليت دوتش مركز دولو دا مريكن كو حيتري أرنتان وإنا قرنا سببتو وانا لحرا أدينا لو أجاد إنا كدن بيني ماكس وحوير وحلا قرنا ملان بنا آذن كماشان كوبابا آيان وريا عادي سكاديك ماانا كان نالمر ميسا ماركا بحي قوان كو قارين ولالكيس جاك ان لو وعو يو اس سكتاري ننكا محالي ران لينرد وحو كوير ولالكا يقان عرمهان دن وانا اساق او يرتا مستداسا ماركا قوان وحو كو قاري ولالكيس انو صواب بوقضو وارين تدن لسعود سيو دينا عكالا ماركا ان ستلايت كهابيد اللو ديري او واهوري اعلادكو امادي نمبا لو وعي سو علاد او جسارو ninkaan wuxuu bilaabay daatar inuu meesha ka xado oo boorsada ku xareysto ma aqaan qofa u soo diray kadib banaanka u soo baxay nasiib xuma albaabkii ku xirmay kadib daaqadii dhana jajabay ninkaana hawadu raacay saasoon ku dhintay marka dhinaca kale ninka la yiraahdo Jack saddexdi sano u dambeeyay wuxuu ku noolaa Florida gabadhiisa saddexda isbuucba uu soo booqanays oo other satay mfaanta ha aba awa aba wuxu sameynaya satellite kale oo wili riyadiisu ku taagan yahay marka wuxu ku yiri wariyaha Max maxaa iga soo doontanayo shaqadeedana adaa iyo aqoonsatayneyo ma hadda waxa uu imaaday inaan ku kaxeyo Dutch dibaato imaaday adigaana taqaanid arimahaana soo baxna keen marka go'aan waxay ku gaareen inay soo baxaan Hong Kong China waxaan ku arkayna supervisor oo ku takhasusay programka oo la yiraahdo Changlong marka soo shaqeynaya xafiiskii soo jooga uu daalay wuxuu go'aan ku gaaray bi inuu soo gato bi hatta kuleel noqonayaan ukuntan ayadoo la karinin iska kareysa dhulkii uga dhacday weeba kartaba bismillaah uu yaab marka ninka maxaa waayo isir waxaan
dhulkii dhan waxaa ka kacay volcano iyo dab ma dhahda. Ninkan liirada Changlong gaarigiisu soo galay uu soo orday. Sidoo kale dhulkii dhan waa wajaxmo meel kale mar malahan. Gabaaridi wixii oo dabaqya ahaa way soo dumeen. Isla markaa ninkan wuxuu imaaday meel yar oo adi oo kuleel lahayn. Waa jawiga is yara bedelay. Dhinaca kale marka Jack waxaa arkeynaa 3 sano kadib inuu soo galay satellite-kii. Waxaana soo dhaweysay gabadhaan, waxaana lagu magacaabaa Ute Fansa. Waa gabar kala arga markaasi tiri shaqadaadii hore waa taqaanaa ee hadda waa inaa bilowdaa. Dhinaca kale ninka la yiraahdo Changlong wuxuu wacay Max, wuxuu ku yiri Dutchboy ma shaqeynaynio, ma adiga halayse? Waxaa u maleyna in la dhacay oo la hagaray baalka. Islamarkaa wuxuu bilaa inuu fiiriyo asaga. Xataa Max uu ka diiday inuu galo. Niyo hadda maxaa sameynaa? Telefara waa ka baxday, geostoma ka dilaacay dhulka dhan, micnaha biyo iyo fatahaada imaanayo. Haddana waxaa sameyna ma garanayno. Dowladda Maraykanka noo wacaydahana caawise. Marka ninkan la yiraahdo Changlong wuu yaabay, sababtoo ah dhul qaar waxaa ka kacay dab, qaarna biyo fatahaada kusoo dhow. Cabaar kadib xafiiska Changlong waxaa soo galayso qolo askar oo hubeysan, laakiin nasiib wanaag oo isqarna asaga waxay qaadanayaan laptopkiisa iyo macluumaadkiisa dhan. Bis ninka la yiraahdo Max wuxuu imaanaa gabadhaan, waxaa lagu magacaabaa Dana. Wuxuu ku yiri waa la hagareeyey Dutchboy, no fearable. Waxay tiri qofaa hagareeyey, midda kalena wax alaabaha wuu tirtiraa, macnaha dhileedu ku sameynaya. Ninka la yiraahdo Jack marka wuxuu dhahay dhibkan dhan waxaa sababay aalad yar oo meesha ku xiran, saas darteedu ninkaas u tuulay, waana la xalin doonaa arintan aniga qabanaya. Waxaasoo dhan satellite-ka Dutchboy waxaa lagu brograamiyey US iyo Afghanistan. Islamarkaa ninkan la yiraahdo Changlong wuxuu go-aan ku gaarayaa arinta dhan inuu u sheego saaxiibkiis Max in lasoo weeraray macluumaadkiisa wixii dhan laga xaday. Marka Mareykan uu imaanaa, ninaa sikadiisa u riixay gaariga ku dhacay Changlong, saaxiibkiis Maxna uu kusoo ordaa saaxiib wax ii sheeg. Marka Chang intuu dhiman ka hor, saaxiibkiis wuxuu ku leeyahay wax la yiraahdo Zeus aan ku hayaa. Walaalkiis Jack oo ula imaanaa Max wuxuu leeyahay waxaas mkaa dhaba okay, diyaar waaye gabadha Dana ula tegeynaa ayada ha baarto. Dana markii arrinta baarta waxaa la ogaanayaa nin inuu ka dambeeyo arrintan dhan oo meelaha dhan qarxinayo. Ninkaas waa in lasoo qabtaa, waxaana lagu guuleysanaa satellite-ka Dutchboy in la qarxiyo si qof walba u badbaado. Waa qof kala hogaaminayay, islamarkaas ummadda dhan sidoodii kusoo noqdeen, wax walba la hagaajiyey. Filinku wuxuu ku dhammaanaa gabadhu dhalay Jack oo dhahayso bini-aadanka waa inay iscaawiyaan, sidoo kale haddii hal gacan la iswada siiyo wax halaabi laa malahan. Asxaabi laaga saara, waana ku mahadsantiin daawashadiina. Filinkani meeshaasuu noogu gabagabowey.